ننتقل لمكون الصرف والتحويل. السؤال الأول، أتمم ملء الجدول. إذن طلبوا منا باش نملؤوا الجدول اللي عطاونا. إذن فالجدول فهو مقسم إلى 3 أقسام. إذن عندنا الأفعال، ثم عندنا واو الجماعة في القسم الثاني، ثم نون النسوة في القسم الثالث. إذا اللي مطلوب منا هو نصرف الأفعال اللي عندنا في واو الجماعة، ثم نصرفهم في نون النسوة. إذا جواب السؤال رقم 1 من قسم الصرف والتحويل، أتمم ملء الجدول. إذا الجدول عندنا فيه الأفعال وعندنا واو الجماعة ونون النسوة. إذا نطلب منا نحول هذه الأفعال الثالث اللي عندنا لنصرفهم في واو الجماعة ونون النسوة. إذا عندنا الفعل الأول هي حرس، غادي ندخلوا عليها واو الجماعة، غادي تعطينا يحرس بالواو والألف، ثم نون النسوة غادي تعطينا يحرتنا، إذا يحرتنا، دخلنا عليها نون النسوة. ثم الفعل الثاني سامعة، غادي ندخلوا عليها واو الجماعة، غادي تعطينا سامعوا بالواو والألف، إذا سامعوا، ثم نون النسوة، ندخلوا عليها نون النسوة سامعة، غادي تعطينا سمعنا، ثم الفعل الثالث استخدم، غادي ندخلوا عليها واو الجماعة، غادي تعطينا استخدموا بالواو والألف، ثم ندخلوا عليها نون النسوة استخدم، غادي تعطينا استخدمنا. إذا يحرتوا يحرتوا واو الجماعة، يحرتنا نون النسوة، سمع واو الجماعة سمعوا واو الألف، سمعنا نون النسوة، استخدم استخدموا بالواو والألف نون النسوة استخدمنا. إذا ننتقلوا للسؤال الثاني، أملأ الجدول بالفعل المعتل المناسب. إذا أعطونا جدول وطلبوا منا باش نملؤه بالأفعال المعتلة على حسب الأنواع ديال الأفعال المعتلة. إذا عندنا فعل معتل مثال، فعل معتل أجوف، فعل معتل ناقص، وفعل معتل لفيف مقرون، وأخيرا فعل معتل مفروق. إذا مطلوب منا نوضع الملء ديال هذا الجدول على حسب الأنواع ديال الأفعال المعتلة على حسب الأمثلة اللي عطاونا. إذا جواب السؤال رقم 2، أملأ الجدول بالفعل المعتل المناسب. إذا فتنعرفوا بأن الأفعال المعتلة هي اللي دخلت عليها الواو والألف والألف مقصورة. إذا فبالنسبة للفعل المعتل المثال اللي هو القسم الأول من الأفعال المعتلة، فتكون الحرف ديال العلة تكون في أول الفعل. إذا نعطيو وقف، إذا وقف لاحظنا فعندنا حرف الواو فهو في أول الفعل، إذا جاء في أول الفعل وقف، إذا حرف الواو فهو حرف علة.
إذن فهو فعل معتل مثال، لأن الفعل المعتل مثال فتيكون عندنا أحد الحروف ديال العلة في أول الفعل. إذن وقف فعل معتل مثال. ثم بالنسبة للقسم الثاني من أقسام الأفعال المعتلة هو فعل معتل أجوف. إذن عندنا كمثال عاد، إذن لاحظنا فعلنا الألف اللي هي من حروف العلة فجاءت في وسط الفعل. إذن عاد فعلنا ألف في وسط الفعل، إذن فهو حرف علة فهو فعل معتل أجوف. ثم عندنا القسم الثالث من أفعال المعتلة فعل معتل ناقص. إذن بالنسبة للفعل المعتل الناقص فسيكون حروف أحد الحروف العلة اللي كما قلنا هي الواو والألف وألف مقصورة فتكون في آخر الفعل. إذن بالنسبة كمثال عندنا هنا مشى، إذن فعل معتل ناقص مشى. إذن لو لاحظنا فألف مقصورة فهو من أحد حروف العلة فجاء في آخر الفعل. إذن مشى ألف مقصورة آخر الفعل فهو فعل معتل ناقص. ثم القسم الرابع من أفعال المعتلة هو فعل معتل لفيف مقرون. إذن بالنسبة للفيف مقرون فتكون عندنا الحروف ديال العلة تكون عندنا فيها جوج تكون في آخر الفعل وتكون مقرونين أي متصلين بيناتهم. إذن فتكون عندنا حرف علة أول وحرف علة ثاني تيجي في الآخر ديال الفعل، إذن فهو لفيف مقرون وتكون متصلين بيناتهم. إذن كمثال عندنا غنعطيو طوى، إذن لاحظنا فعندنا جوج ديال الحروف ديال العلة اللي هي الواو والألف مقصورة فجاو في آخر الفعل وجاو مقرونين أي متصلين بيناتهم. إذن طوى فهو فعل معتل لفيف مقرون. ثم القسم الخامس من الأفعال المعتلة هو فعل معتل مفروق. إذن علاش قلنا مفروق؟ فتكون الحروف ديال العلة تكون مفروقين بيناتهم، واحد تيجي في الأول الفعل والآخر تيجي في آخر الفعل. إذن كمثال غادي نعطيو وقع، إذن لاحظنا وقع عندنا حروف العلة اللي هو الواو فجاء في أول الفعل، ثم عندنا ألف مقصورة فهي حرف علة جاء في آخر الفعل. إذن فهما جاو هاد الحروف ديال العلة اللي هي الواو والألف مقصورة فجاو في آخر جاو مفروقين بيناتهم. إذن عندنا واحد في الأول ديال الفعل والثاني جاء في آخر الفعل فهما جاو مفروقين بيناتهم. إذن فهو وقع فهو فعل معتل مفروق. ننتقل للسؤال رقم ثلاثة، أصل بخط. إذن طلبوا منا باش نوصلوا بخط. إذن عندنا قرأته، ثم عندنا نشأته، ثم عندنا ضمير متصل في محل رفع وضمير متصل في محل نصب. إذن اللي مطلوب منا هو نوصلوا كل ضمير اللي تيكون في الفعل في الأفعال بجوج اللي عطاونا اللي هي قرأته ونشأته، فمطلوب منا نربطوا هذا الضمير بالضمير اللي تيمثل، واش تيمثل لنا ضمير متصل في محل رفع أو اللي تيمثل لنا ضمير متصل في محل نصب.
إذن جواب السؤال رقم 3، أصل بخط. إذن عندنا قرأته. إذن بالنسبة لقرأته فعندنا ضمير متصل في محل نصب وهو الهاء. إذن قرأته عندنا الهاء فهو ضمير متصل في محل نصب. إذن قرأت أنا فهو ضمير متصل تقديره أنا قرأت، والهاء فهو ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذن فالهاء فهو ضمير متصل في محل نصب. إذن قرأته غادي نربطوها مع ضمير متصل في محل نصب. ثم عندنا نشأت. إذن نشأت فهو ضمير متصل في محل رفع. إذن نشأت أنا. إذن تأت فهو ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن نشأت غادي نربطوها مع ضمير متصل في محل رفع. إذا ننتقل للسؤال رقم 4، أذكر أسماء الإشارة. إذا طلبوا منا باش نذكروا الأسماء ديال الإشارة. إذا عندنا للمثنى المذكر والمؤنث، أسماء الإشارة للمثنى المذكر والمؤنث، ثم أسماء الإشارة للجمع المذكر والمؤنث. إذن جواب السؤال رقم 4، أذكر أسماء الإشارة. إذن أسماء الإشارة بالنسبة للمثنى المذكر والمؤنث غادي نوضعو كجواب هذان. إذن هذان فهو اسم إشارة للمثنى المذكر، ثم هاتان فهو اسم إشارة للمثنى المؤنث. إذن هذان هاتان. ثم أسماء الإشارة بالنسبة للجمع المذكر والمؤنث غادي نوضعو هؤلاء. إذا ننتقل للسؤال رقم 5، أحول الجملة التالية حسب الضمائر. إذا عطاونا واحد الجملة وطلبوا منا باش نحولوها على حسب الضمائر اللي غادي يعطيونا. إذا الجملة، هذا المتعلم الذي يقرأ القصة مجتهد. إذا غادي نحولوها للمفرد المؤنث، ثم نحول هذه الجملة كذلك للمثنى المذكر، ثم نحولها للمثنى المؤنث، ثم الجمع المذكر. إذا مطلوب منا نحول هذه الجملة إلى المفرد المؤنث، المثنى المذكر، المثنى المؤنث، والجمع المذكر. إذا جواب السؤال رقم 5، أحول الجملة التالية حسب الضمائر. هذا المتعلم الذي يقرأ القصة مجتهد. إذا غادي نحول هذه الجملة إلى المفرد المؤنث غادي تعطينا هذه المتعلمة التي تقرأ القصة مجتهدة. ثم نحول الجملة كذلك للمثنى المذكر غادي تعطينا هذان المتعلمان اللذان يقرآن القصة مجتهدان. ثم نحول نفس الجملة إلى المثنى المؤنث وهذه تعطينا هاتان المتعلمتان اللتان تقرآن القصة مجتهدتان. ثم نحول هذه الجملة إلى الجمع المذكر غادي تعطينا هؤلاء المتعلمون الذين
يقرؤون القصة مجتهدون.